أعزائي. أعزائي مشاهدي ومتابعي أبو كبير ميديا، مساء الخير عليكم. إحنا الآن أمام مستشفى المنيا العام بعد وصول جثمان طه محمد عبد العزيز ابن المنيا قرية عزاء تبع قرية طوخ الخيل مركز المنيا، اللي توفى داخل البئر واشتهر إعلاميا بريان المنيا. تم دخول الجثمان إلى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبي من قبل مفتش الصحة ومن قبل الطبيب الشرعي على الجثمان بحضور النيابة العامة، وسيعقب ذلك التصريح بدفن الجثمان. ريان المنيا خرج اليوم عقب صلاة العشاء في تمام الساعة 9 مساء. عدد كبير من الأهالي متواجد الآن أمام المستشفى. حضراتكم دلوقتي في البث المباشر. بعد وصول جثمان طه محمد عبد العزيز الملقب بريان المنيا إلى المستشفى بعد خروجه أخيرا خرج ريان من البئر. نتيجة وسط حالة من الحزن الشديد، الأهالي تتجمع أمام المستشفى صورت من اقرب انا عشان اخد باخد عمليه معاك. لا مش هديك العود ده، انا كذا حاجه ده، هي مش عارفه تعمل لايف للناس اللي هروح اغيبها. ثبت التليفون ده، ثبت التليفون، انا ماسك التليفون بس بتقول معلش التليفون انا مش معايا موبايل.
زي ما احنا متابعين معاكم شاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. لحظة تم وصول جثمان طه الى المستشفى. القبائل العربية جميعها هنا امام المستشفى. كانت القبائل العربية كانت ترابطت في هذا الموقف، وقبيلة الجازوي في هذا الموقف. تم انتشال طه محمد عبد العزيز من البئر الملقب بريان المنيا، وها هنا وصل الى مستشفى المنيا العام لتوقيع الكشف الطبي عليه بحضور النيابة العامة ولإصدار تقرير النهائي للحالة، وسوف يتم تصريح بدفن الجثمان. النهارده كان اليوم السابع على التوالي. الأهالي في حزن شديد لطه محمد عبد العزيز الشاب المزارع اللي سقط في البئر. أخيرا خرج طه محمد عبد العزيز من البئر الشهير بريان المنيا. هي الوقعة كانت الأشهر إعلاميا في مصر وخارجها. ينتظر الأهالي توقيع الكشف الطبي على الجثمان. Thank you.
دعوات الجميع كانت لطه الحمد لله. طه عيده في الجنة بإذن الله. بعد أكثر من 250 ساعة حفر تم خروج طه من البئر بسلام. تم وصول الجثمان وهو الآن داخل مشرحة مستشفى المنيا العام، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في تغطية حية ومباشرة من أمام المستشفى.